تعالوا ارفعوا ايديك بسرعة. تمام. خلاص لا تقوس. لهون. يلا ارفع ايديك. ارمي سلاحك. امشي قدامي. يلا. منظرك كتير حلو يا عمران. جاهد 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 جاهد. يا ترى بحط كرسي كمان وبقعد جنبك؟ جاهد. وين هو؟ هون فات لجوا سيدي. عفوا نحن سكرنا. ايه وقف. سيد مراد اهلين وسهلين. وينو الكلاب؟ جواسي. بس كتير عجقتوا. ليك وينو تسيد برا؟ قاعدين هنيك. مراد هون. الله يلعنه. يلا اهربوا بسرعة. اهربوا. يلا خذوا بسرعة بسرعة بسرعة. ما في حدا ضل هون. يلا اطلعوا لبرا. ليش هيك؟ خذوا بسرعة بسرعة. بطل مكان اسرع من هيك. يلا استعجلوا. يلا خذوا خذوا. ما حدا يضل هون. يلا بسرعة لبرا. يلا خذوا خذوا بسرعة. يلا 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 يلا. استعجلوا استعجلوا. خذوا خذوا. يلا يلا يلا. هربوا من هون. يلا يلا. هلا ياسين. استسلموا معي قنبلة. صدقوني فجرة. إذا بتقربوا بفجرها. مفكر إنك رح تطلع من هون؟ إذا بتفجر القنبلة، أنت أول واحد رح يموت فيها. أنا ما بدي موت هون. اطلع على برا. لا تتحرك. ما حدا رح يطلع. يلا اتركوا أسلحتكن. اتركوها.
صراعات ركوا اسلحتكن صدقوني بفجرها. لك عندي مفاجأة يا صقر. شوف مين في هون عندي. شوف يولا، انتم مين عوضتوا؟ الو، وين رحتوا؟ له راح على المكان يلي راح ترحلوا على قريب. كل شي مكتوب هون. فاجئهم عندك. اي ماشي، انا عم اسمعك. عم تقول انك قوصت الثعلب، بس لو انك قتلته ما خلوك عايش. الحمد لله على السلامة. قوص الثعلب. طيب طيب، خذوا عمران على المشفى. ماشي يلا اخي. هلا روح ارتاح، أنا بجي لعندك وبتحكي لي كل شيء. أنا سمعت رح يهربوا الذهبات من الحدود بالشاحنة، هنن اشتروا فيها أسلحة. شو؟ برافو عليك يا عمران. أنا بدي استخر الثعلب. طيب يلا أخي، يلا خلينا نروح. شو في هلا؟ شبك أخي؟ شبه؟ ما بعرف شبه. يلا يا أخي. عمران عم يحمل حاله الذنب على كل شيء سوى الثعلب، لهيك راح هاجم وكره بدون ما يستنى حدا. في ثعلب واحد بالغابة وبده 40 صياد، بس واحد اللي قوصه. الحمد لله لحقته. هلأ مشكلتنا مو بس انه نتخلص من الثعلب ذو الفقار آغا. بعرف هالشي، إذا وصلت الأسلحة للإرهابيين راح تحرق أرواح كتير أبرياء بالمنطقة يا جاهد. عمران شاف الزلمة يلي الثعلب أخذ منه الأسلحة. على حسب الشي اللي سمعوا هنن كانوا عم يتبازروا، يعني الثعلب بادل الذهبات بالأسلحة. أنا متأكد تماماً إنه الأسلحة ما فاتت على تركيا. احتمال كبير إنه رح يبعتوها من شي مينا عن طريق البحر. أنا بحاجة للذهبات يلي أخذن هذاك يلي اسمه زهارياس يا أغا. بس قلي شو المطلوب مني ورح ساوي. على أكيد الذهبات رح يتهربوا لبرات البلد. نحن لازم نلاقيهم قبل ما يطلعوا من الحدود. منقلب الحدود على روسهم ومنلاقي الذهبات. حضرتك ممكن تيجي. Thank you.
أهلين أخي. وين ليلى ورهف؟ لا تخافي، هن بخير. مراد شو الموضوع؟ بحكي لك. ابني مراد؟ وين ليلى ورهف؟ عادي امي، رهف وليلى بخير، لا تشغلي بالك. الحمد لله. شو صاير؟ يلا احكي. صار تفجير بمرآة بالسينما اليوم. دخيلك يا الله. طيب حدا صار له شيء؟ كم جريح مو أكثر. الحمد لله أنه ليلى انتبهت على القنبلة وحذرت الناس، وبلحظة الانفجار رمت حالة فوق رهف. أنا لما وصلت لعندهم كانت ليلى فاقدة الوعي. وكيفهم هلأ؟ قلت لك أنهم بخير، بس لازم يخلوهم تحت المراقبة هالليلة. أمي أنت منيحة؟ ألف الحمد لله. طيب يا روحي أنا. بس دقيقة. عيونك حلوين ما شاء الله. الحمد لله أنكم نفتوا من التفجير. الحمد لله، شكرا لك. صوفية أنا برد. بابا حبيبي كيفك حبيبتي؟ أنا كتير منيحة. يا مشاغبة، أنا بدي روح على البيت، كتير داخل ابن مشفى. لا تقلقي، المساء كلياتنا منكون بالبيت. ماشي بابا. يلا بشوفك المساء يا حبيبتي. بشوفك. طيب يا بنتي، قديش رح يضلوا هون بالمشفى؟ هو بالحقيقة ما في أي شيء بخوف، بس الأحسن إنه يضلوا عنا كمان شوي للفحوصات، وبدنا نشوف نتائج التصوير. خليني أشوف ضغطك كمان. شو في داعي، أنا منيحة كتير. لا تقولي هيك أمي، خليها تشوف لك ضغطك. يلا. طيب. أنت جديدة بهالمشفى؟ صار لي كم يوم. استرخي لو سمحتي. بنتي منيحة؟ تمام. ورجيني. ممتاز كتير. ألف الحمد لله. في شي تاني بدكن يا مني؟ إذا بدنا شي بك بس هزين مثل ما قلتي. مع فاين. مع
اجى البروفيسور مارتن. خليه يفوت بسرعه. تفضل. اهلين وسهلين مارتن. اهلين فيك يا ألقش. كيف وضع براندن؟ رح يعيش، بس طول عمره رح يضل عم يحمل ذكريات بشعة عن هديك اللحظة. كان حظه معه دايما وهو عم ينفذ العمليات واحدة ورا الثانية. عن جد معجزة انه لساته عايش بعد ما واجه مراد على المدار. وكمان رونالد قابل مراد ووصلت المحادثة لطريق مسدود على حسب ما انا بعرف. وكمان بعرف انك طلعت بوشه وامون نفس الشيء، وهي لساتك عايش. بس براندن استخفي كتير. أنا بحذرك، شو ما صار اصحك توقع بهالغلط هذا يا مارتن. الشيء اللي مفروض تساويه مو انك تحذرني. قبل كل شيء انت لازم تنهي قصة جاهد. مشان هيك أنا اجيت لعندك. عندك معلومات امتى جاهد رح يتحرك بخصوص موضوع المعلم الأكبر؟ قبل ما أنا أعطيه الإذن ما بيقدر يساوي أي شيء. معناها وأنا هلأ رح حذرك منه. لا تستخف فيه يا ألقس. اسحك توقع بهالغلط. جاهد رجال خطير وأذكى بكتير من كل توقعاتك. صدقني حتى قبل ما انت تنتبه هو بيقدر يخرب كل شيء. قلت لك انه هو تحت سيطرتي وانا عم اتحكم فيه. انت ليش خايف؟ اذا المعلم الاكبر عرف السر يلي عنا، وقتها برأيي انت يلي لازم تخاف شوي يا ألقس. اوزي وينو جاهد؟ جاهد عم يلاحق امور تأسيس الهيئة مع فهمي بيك سيدي. حبيبتي لو سمحتي. مالي نفس اكل. معناها أنا هلأ رح روح على البيت وساوي لك الفطيرة يلي بتحبيها يا بنتي. بركي بيصير في إليك نفس تاكلي. أكيد ما رح تعزبي ستك، مو هيك؟ خلص ماشي رح آكل، لا تعزبي حالك ستي. حبيبة قلبي. يلا رعف. ماكوين؟ حبيبتي بس شوي وبرجع. كيفك يا صفية؟ أنا منيحة. قلقت على موضوع مدرسة رهف. أخدتوا شي قرار؟ بالحقيقة هلا الوضع تغير شوي. شو القصة؟ صاير شي؟ امبارح ليلى ورهف راحوا على السينما. وبالكراج تبع السينما انفجرت. وهنن مناح؟ ما في شي بخوف هلا هن مناح. سمعت الخبر، معناها هن كانوا هنيك. طيب انتو وينكن هلا؟ نحن بالمشفى. باي مشفى؟ ما في داعي تتعذب وتيجي، رهف عن جد منيحة. ما فيني اترك رفيقتي الصغيرة بهيك يوم لحالها. ماشي، مثل ما بدك. بعتيلي العنوان. بتوقع اخذ اخبار منيحه منك. وانا كمان فهمي بيك. الكل عم يسالوني امتى الهيئه رح تبلش تشتغل. لتشتغل لازم اول شيء توفي بوعدك بخصوص موضوع بنيامين. اذا انا اعطيتك وعد بشيء فما لازم تشغل بالك فيه ابنه. ساوي خطتك وكاني وفيت بوعدي لك. وانا مع سيد جاهد يا فهمي بيك، لأنه إذا عطى أي وعد بهيك موضوع مهم ما بعتقد أبداً أنه ما رح يوفي. لكان خلونا نحكي. تفضل ارتاحوا. ما
مين هلا رح يحل موضوع شحن البترول المهرب لايطاليا؟ بين معكم شيء؟ بلتزار قرب ليخلص كل التحضيرات مشان ينفذ كل الاوامر اللي طلبتها. وزلمتك انت يا جاهد؟ خلص كل التحضيرات وهو رح يشحن. انا حابب اسمعكم. صعب الواحد يستنى يا ميران، بس بتستاهل انك استنيت. لقيتوا عصابة الميتورات؟ لقيناهم. اللي وينهم؟ عاملين مستودع فاضي مقر لهم وعم يعملوا كل اجتماعاتهم هنيك. معناتها خلينا نقابلهم ونحكي معهم، شو رأيك؟ تمام. وهداك اللي اسمه بيت بول؟ كل العصابة عم تجتمع هنيك، بياخدوا تعليمات بيت بول بهداك المكان. معناها اجا وقت الصيد. معقول هالوضع ما بيصير بالمرة. لا امتى رح نضل على هي الحالة؟ نحن لازم نعمل شيء بسرعة. خلونا نفكر بشيء حل. عن جد ما بصير هيك. من قبل كلنا ايد وحدة، هلا طول الوقت عم نختلف. بيت بول هو السبب مو انا. على طول بيشتغل مع حدا بدون ما ياخذ رأينا او يسألنا. هذا الشيء ما عم يضايقكم؟ اذا عم نربح وين المشكلة؟ في مشكلة كبيرة. فكروا شوي، نحنا ما عم نقدر نتخبى بسهولة ونحمي حالنا مثل أي فريق تاني. دائما عم نتعرض للخطر ولا عيون علينا. بيت بول أسس هالفريق وانتي ولا مرة اعترضتي على أي شيء أبدا. انت فكرت شي بعد ما بلش بيت بول يشتغل مع بلتزار كمرفيق لقلنا خسرنا؟ أنا هيك من زمان، بهتم بس باللي معي. بس هالشاب عند حضرتك أهم منا كلنا. ما بنعرف من وين اجا ولا حتى مين هو. ليش نحن كنا بنعرف بعض لما انضمينا للفريق؟ اه مو هون تعرفنا على بعض وصرنا رفقات؟ ما كان بيعرف اي شيء قبل ما يجي لهون، وانتو شفتوا كم مره هو نفد من الموت. المهم بالنسبه الي روح الفريق ويكون على راسنا بيت بول، يلي ما بيكمل طريقه معه ما في شغل بيني وبينه. وأنا كمان. وأنا معكم كمان. وأنا كمان. ما رح اترك بيت بول، وأنا رح ضل معه. ما فينا نشتغل. إيه معكم حل. ما بدهم يتركوا بيت بول. ما بيقدروا، لأنه أرواحهم بين إيديه. برأيي لازم نحكي مع بيت بول بهالشي. وينه هلا يا ترى؟ اسمع، إذا جاي مشان تشتكي مرة تانية لا تفتح تمك أبداً. لا أنا أجيت لأتخانق مو لأشتكي. بالأول بتعطيني شغل لحتى أشتغله، وبعدين بتربط لي إيدي ورجلي. احكي شو في؟ ضبطت جماعة الناقلات وقطعت طريقه لبوسات، بس بعدين راح لعند جماعة الناقلات وضرب رجالي. إن كنت حط بطريقه رجال قبضايات مو معفنين يا بيت بول. إذا ما عندك رجال بعطيك. أنا ما أجيت لأطلب منك رجال، أجيت لخبرك أني رح خلص على بوسات. لا تقلي بعدين أنه بيهمك، ما رح سامحه أبدا. بالنسبة إلي الشيء المهم أنه البترول يتسلم لإيطاليا بسلامة وبدون مشاكل. يلي بيقدر يعمل هالشي
رح يكون من رجالي. معناها بلتزار عن قريب كتير رح يجي لحتى تعطيه أوامرك. بس يجي بلتزار رح يكون بوسات قاعد هون وهو عم يشرب قهوته. يعني من هلأ صار بالهيئة ها؟ عن إذنكن. بهاي الحالة بتمنى أنه نلتقي عن قريب جاهد. يومين بالكتير. شو الأخبار؟ براندن لساته عايش وهو برات البلد. عم يحكوا إنه رح يجي قائد جديد لفريق الليون. شو رح تطلعوا لبرا؟ ايه عندي شغلة انا وكينان. انا بدي اطلع غير جو. بابا انبسط يا ابني. انتبهوا. خبر رجالنا يراقبوه بس بدون ما ينتبه أبدا. ماشي سيدي. براندن لينهي مراد على مدار بسرعة كان رح يجيب له آخرته يا متى، ورح يبقى فترة ما يقدر يحكي مع حدا. معناها من هلأ ورايح أنت يلي رح تصير تحكي بداله مزبوط؟ برأيي هذا هو الصح. على طول باللعبة الكبيرة الصح بيتغير ويتبدل للأسف يا متى. يعني لو أنه بالفترة اللي قبل كان تحكم الأمور بإيدي، يمكن كنت أنا وقت اضطريت أني واجه مراد على مدار بداله لبراندن. بعتقد أنك جاهز لتواجهه. إيه بس المواجهة هي لازم تصير لما أنا بدي يا متى، وحتى كمان
لازم تصير بعد ما قلل من الخطورة اللي حوالينا. يعني انت بدك تستنى لتتأسس الهيئة وتبلش تتحرك؟ اي بهاي المرحلة نحن رح نسمح لمراد يتعامل مع صقر اللي هو طلع عن سيطرتنا هلأ. الأمن بعد تصريحات الإرهابي صقر يلي على الإنترنت بلش عملية واسعة ليمسك صقر. العمليات اللي أثبتت أنه مراد على مدار هو إرهابي لازم تكمل من محل ما وقفت. مشان هيك لازم كل العالم يسمع أنه صقر قدم هالتصريحات تحت تهديد سلاح مراد. بس تنتهي العملية يلي بالأمن وقتها ما رح يضل بهالموضوع ولا أي مشكلة يا سيد جان. لكن استعجلوا شوي، لأنه لما يجي قائد فريق ليون الجديد مع فريقه على تركيا الجو رح يتلخبط هون، ورح يصير في كتير شغل لازم يشتغلوا الأمن. بسبب تصريحات صقر على الانترنت جماعة الأمن عم يلاحقوه. الجواسيس سمحوا لهالمجرم يهرب، وموت رئيس الأولاق غير الموازين. عم يعملوا فريق جديد بالأمن رح ياخد مكان فريق الأولاق. متى رح يكون بهالشغلة؟ عم يفكروا يحبسوني بمشفى الأمراض النفسية كمان. فتحوا الملف من جديد. أنا مستحيل روح لهنيك، بموت أحسن لي. أنت خليك بالأمن ولا تخاف من هالقصة أبدا. الشغلة مو على كيفهم، نحن رح نهتم فيها، لا تشغل بالك. ماشي عاكف، شكرا. كتير منيح، وهداك الملف. طيب ماشي. أي نورا، اتصلي بحسني فورا، خليه يجيب التقرير اللي حط عارف بمشفى الأمراض النفسية. ماشي يا عاكف. كيفون ألبتيكين وتيمور؟ ألبتيكين رجع لوعيه، قال السيد حسني إنه عم يتحسن، وتيمور عن قريب رح يطلعه. تمام، شكرا. رح أخذ هالملف. ماشي. شوف هذا الموقع، كتير منيح، خليك مراقبه. كل المعلومات مكتوبة هون مثل ما حكينا. برأيك تظبط هالشغلة؟ ايه اكيد عمران. تعال جاهد. ان شاء الله جايب لي اخبار حلوه. لا للاسف يا اخي، براندن لساته عايش. عم حاول اعرف المكان اللي عم يتعالج فيه. بيكون طار لبرا من زمان. عود. وجود براندن أو عدم وجوده ما راح يغير أبداً سياسة بريطانيا بالمنطقة. لنشوف شو راح تكون خطتهم. هلأ جان هو اللي راح يدير أعمال براندن. برأيي مشان هيك أخذ مكان بالهيئة. معناها ممثل راب المنطقة راح يكون هو جان. والظاهر فوتوا على الهيئة بس مشان يموه عن حاله. بالنسبة إلي أخذ مكانه كهدف. يتخبى قد ما بيحب، بس ما رح يكون لحاله. روبرت ستون رح يبعث قائد جديد لفريق الليون ليدعم جان بالمنطقة. مين بيكون هالقائد؟ لسه أنا ما بعرف، بس رح لاقيه. في شي تطور جديد بالهيئة؟ فهمي عم يستناني ليجيب له بنيامين. هالموضوع أنت لازم تحله كتير بسرعة ليكون لك مكان كبير بالهيئة. في شي خبر عن صقر؟ عم استنى هالحي لتطلع راسه لقاطعه، يمكن يكون رجع لمزبلته. لا بيكون هون.
ما بيروح على محل. اسطنبول افضل مكان ليتخبى فيه. برايك عم يجهز حاله لهجمه جديده؟ شخص عايش بالارهاب ما بيقدر يعيش بدون ما يساوي عمليات ارهابيه. الحمد لله على سلامتهم. شكرا مارتن، دائما بلاقيك جنبي بالايام السيئه. المهم يكونوا بخير. معك حق. كيف ليلى؟ رقبتها متأذيه وهلا عم نستنى لتطلع نتائج الصور. كل ما بلشت رهف بالمدرسه باسرع وقت هالشي بخليها تنسى يلي مرت فيه بسرعه وبتطلع من هالحاله السيئه. وانا بدي اياها تبلش باسرع وقت، بس اخي صار بيعرف وهو يلي رح يقرر. بعرف انه ما رح يقبل، بس اذا رهف عاشت برات البلد رح يكون احسن بكتير لدراستها وامنها كمان. يا ريت لو يفهم هالشي. تفضل. لحظة، شو في مين اجا؟ الحمد لله على السلامة، كيفك يا حلوة؟ منيحة، شكرا لك. وين ليلى؟ طلعت مع ستي لبرا، اجت الممرضة وراحوا مع بعض. يا قلبي أنا. تفضلي، هاي إلك. شو هاي؟ افتحيها وشوفي. شكرا لك عمو. بتشكرك كثير. العفو. نعم ذوالفقار آغا. جاهد، الخبر اللي عم نستناه وصل. اللي أنا عم اسمعك. عرفنا الذهبات وين مكانهم. وين مكانهم؟ طيب يعطيك العافية. وصل خبر من ذوالفقار آغا، تسليم السلاح رح يصير اليوم برات حدودنا. معناتها هربوا الأسلحة بالبحر. نعم سيدي. ياسين، عرفنا مكان تسليم الأسلحة. العملية رح تكون برات الحدود. جهز فريقك بسرعة. ماشي سيدي. يكون منيح إذا بتروح مع فريق الرعي السوداء. طيب ماشي. بس يا أخي ما بصير هيك. طيب أنت شو رأيك؟ خلص لا تشغل بالك، نظف السلاح. مللنا القعدة. والله ما بعرف يا خلص اصبر شوي. أنت بتعرف الوضع. لازم نطلع نغير شو. إيه معك. صار عميل. بكفي هيك. إيه نطفي منيح. تتصل بأهلك؟ صلي زمان ما حكيت معك. وأهلي قلقانين عليك. طيب. أنا جايت بيأكل. حلو هالسلاح كثير. إيه. انتباه! ارتاحوا واسمعوني. وصلنا أمر لنطلع بعملية برات الحدود. لازم نجهز حالنا منيح يا رجال كرمال ننجح بهالعملية يلي برات الحدود.
من شان هالعملية الكبيرة والخاصة أنا بدي أربع رجال من بيناتكم. تحت أمرك سيدي.